السلام عليكم، مرحبا بكم قناة بشير العمراني. اليوم إن شاء الله نعود شي قصة أو لا فحال نقول الهروب من السجن، ولكن هذه المرة ماشي دايدة، لأن حنا يعني الهروب داخلي، يعني في السجن داخل المغرب. هذا واحد الشخص كان ملقب بالفاكس، وهذا الشخص هذا كان كيعمر، حنا نهضرو هيدا مباشرة بالتوضيح، كان كيعمر مدينة طنجة، مدينة ديالنا في طنجة، وكيعمر السوق دبرا، وكانت باقا الترامبية في السوق دبرا، باقا أيام الترامبية قدام الزور كيوقفو قدام سيدي مريف، والتوكسيات الباردة كيوقفو عاود تما نساحة، كان السوق دبرا كان فيه واحد الازدهار قويد بصح. ولكن ماشي اجي عمر السوق برا، كان صعيب نادم كامبيرو هو اللي كيعمر ديك السوق برا، انا نادم علي ما يقدرش يعمر السوق برا، وكان نادم ديالو معروف هي القماره واللي كيبيعوا الكارو واللي كيطلعوا الكارتيرات، وكان ديك الايام كان بان بونقشه الموز بونقشه. هذا الشخص هذا اللي انا نهضر عليه انا كان الملقب بالفاكس، كيعيطوا له فاكس، كان قمار، وكان عنده حنا هما كيسميو القدم القمارة ولا السرة، كيسميو عنده 70 دبدار، كان شي كارتيرة وشي فلوس فيما كان كيطلعو منها، كيشمهم، وكيشم الفلوس فيما كان عندك، وصافي إذا شاف منك صافي داهم، وكان كيقمر، حتى كتبان السوق برا، كتبان ماشي قلو تسمى، هم كيعرفو هاد الدراري البلاد كاملين كيعرفو، حتى الوعراقية طلعت الحدادين، السوق برا مع سيلي مريف، مع قلو تسمى عرافين. العيطه تركس العيطه الكارطه العيطه، ما كان هيك كابر والسلطه والراي والسينكو، ما خرج على الدوس شنو نعمل النادم الدوس والكابر واللاص، النادم خلاه لاص بصح. المهم هاد الفاكس هذا كان عنده حمسيته كيبيع ويشري، زعما عامل شوكولاط بحالي واقدا وكرو، هو كيطلع الكارتيراس، انا كيطلع الكارتيراس. كان ديك الايام هذيك سيلي مريف كتجيب الافلام هنداويين، وكان بحال تدخل لك السينما تمارا وعاد تصورت انا داخل السينما وكتاكل في طهران، الناس عامله انفيله من باب السينما، المهم مع الترامبية مع الدحاس مع بنادم والجوقه مع ملي كتفتح السينما كيتكب بنادم بزاف الدحاس، وكان تما بنادم خدام، كان حتى البوليس كيجيو خدامين في سينما الريف كيعوطوا دابا كينظموا بنادم، وكاين بعد الناس عاود الرجال خدامين تما في السينما نيت لا منكر الاسماء ديالو معروف، القماش في يدهم الهراوي ما كاين الدقيق، وداك السينما كيدخل في الله مهرت ومشحط، ومنادم هايدا كيدخل ديك السينما هايدا هاد هاد يعني هاد يعني نسمى يعني هاد الانحطاط ولا هاد الدل، وهيدا كيدخل السينما واخا كلا في طهرو واخا دحف، وتما كان هاد الفاكس كيطلع الكارتيرات يعني الصف معايا داخل السينما كيطلع لك من الجيب. المهم والعيطة، المهم من المحسو يقمر، خصو يحضر فلوس، والخمرة خاطر هي ما تقمر، خا تربح دابا كتخليهم القايطة، خا تربح كتخزرو، لأن القمرة هذا هو، خا دير لي بليتيها كتردوها كتخليها تماك، من بعد عادي يعمل مرة كتجبر عاوتاني عا واحد جا في السوق دبر نتاع نقول مع النقلة كيبيع الكارو، كنت معايا كملو كيبيعو الكارو، ماشي راه يجيو يبيع الكارو ولا الكارو كان باغي تعمل 50 فرانك، تاكية الكارو كانت كتعمل 5 6 دراهم، الكارو بلا ما نسمى راهو ميريكا، ماشي الكارو ميريكا، لا بلا ما نسمى نتوما عارفين. إوا من بعد شحال من داخل عندو ديال الحاج، داخل خارج ديال الحاج، الدار والجوع، أنا كنقول لك بونقشة هدرا ودي شرط لك بجوع قطعك دخل الحاج، تبرا الكارو كان تا الكارو عاود الأيام كان صعيب، شي راه جيو بيع الكارو. كتعاود ريجي طابا وهادي والله ما تفلت، عاود الحبس، عاود خرج، المهم من بعد كان خرج شي داخل الحبس عندو تعرف واحد خانم مني ما كان، وهاد الفاكس هذا واحد ما كيعرفو كيسكن، كيعرفوه السوق برا، صافي الفاكس كيعمر السوق برا كيعرفوه السوق برا، فين كيسكن ما نعرف، تعرف واحد العشير ديالو في الحبس كيسكن بني ما كان، وهاد العشير ديالو عافيك عندو التخصص. كان كيسرق السجاد الطوموبيلات، ولكن دلغنا الطوموبيلات، هاديك الشيء كان مشهور هاد الشيء هذا، كان جميع كثير ديال الناس اللي عندهم الطوموبيلات كيتشكاو
السجاله ديال الغناء اللي في الطوموبيل كي كتسرق وكنت اللي كتوتسى ما كان الماركه اللي كتوتسى ما هادشي اللي كان داك الوقت هذا ماشي الوقت دابا كان شي اللي كاين كاين شي طوموبيل ما تسرقتش من الناس شجره الطوموبيل واش عارف لا قال له هذا سرق الطوموبيل سرق داك واحد الضغط على هادشي هذا تاع المعامله اللي سرقوا هاد الوقت الطوموبيل اللي كيدوروا في ما كان شي حزان قاو شي طوموبيل مريطه كيريطوها عندنا عندك كيديو لك كنا كاين الطوموبيل وكيعمر صافي ماشي يدي وحده باش يبيعها يدي جوج ثلاثة وربعة وكيعمر هاو كيعمر حتى كيرتاح حتى كيعيا وصاد عندو الكليان ديالو فين كيدير عاود كيشري من عندو كتباقى الجوطية السوق دبرا تيدي بوعبيد ما كانت شي جوطية أخرى من غير الجوطية ديال المدينة اللي نقولو حنا السوق دبرا معروفة ملصقة في الجامع هاديك هي الجوطية اللي كانت واللي بغيتي كيتباع فيها ومخير اللي كيدخل عندك الموطا اللي كيبيع شي عاد كيطلع للحبس يعني تبيع شركه في الجوطيه بديك التاريخ هذاك رجل في الزنقه ورجل في الحبس واخا تكون معوض ما كتشريش المشاكل وترانكي وبشيش عندها ما تجي فيك لان هذا حل ديك السوق هذاك المهم هذه المهنه اللي بغيت عنده والقمار صرا خصنا كاين الطوموبيلات هذه بيع وشرا قمر كاع وما كاين والو هذه الحاله عاود قرو بدا صافي هادشي هذا مع ديك العشير ديالو واحد المره شفت برو متلبسي بيوج بيو وعاد كتعرف ديكلاراسيون في الكوميسارية تجهول هاد الملفات ملي كيتسوقو لمكان الطوموبيل راه كيتسجلو غادي يشبروهم وسقار الروك دا وهادي وبدا كيعيطو لك الملفات ديال الناس كيجي يحضرو بدا كيتسجلو في المحاكم وكنعطيهم شي 12 عام ديال الحبس قاضي حكم قاسي عليهم جا يعني يدخل الحبس عام نص شهور ثمن شهور هاد المرة 12 عام ديال الحبس المهم درو الحبس مع هذا السيد هذا اللي هو اللي في كيسكون بني مكان هذا كما لقى من المتشك عيطوا له المتشك انا ما نسميهش نخلي حتى القيمه ديالو نسمي ملقى من كذا كذا شي متشك معروف وهذا فات وهذا المتشك هذا كان عقراه راه كيعيطوا له المتشك عقراه درو الصح حباب كيعرف عايد وقليول في حد جنعان وضرب كشو وعارف كاشو شي النيفه هاكا كاشو في الحبس كيعاودوا عليه هنايا جا خارج التغطيه دا خارج من الكريز الحبس لا برا جا عندك موط عليك كاشو وعارف كيفاش بيبان كيف كيتشدوا فوق كتجي الماكله وكيفاش كيعمل الكارديان ديال الحبس كيفاش كيشد كيفتح واحد المره قال له عاد نهربوا حنا نعملوا شي حاجه ودونا نكاشو يعمل شي منتف تما شي حاجه اللي كيدوم على الكاشو داكشي اللي كاين داو هي متشك نكاشو يا خويا ما داوهاش نكاشو المهم هذا المتشك هذا عاد يهرب من الحبس كيفاش يعمل كيجي الكاردا كيفسح الكريات ديال الحبس عليه باش كيعطي الماكله ولا لا خطي ولا يحسوني هادي هو في موطا غير كتشد اللوبه دكن لك شي في الحين عدل لك شي عمر شي كاغي تمايا باش الكاردا ملي كيشد بهم كتحملها ساج يوم تشدد كيجي الدار وتسيق ولا قول تشد هي ما تشددش على الموطا اللي كتدخل لوبا نهار لقى الكواغا معدل داك الشيء عار قاري ديال الفعل مشيت مشيت بصح هاشي تخرجي المهم عار قاري الخطه ديالي هذيك الايام هذيك كنقول لك واش بنايه كيعملوا شي اصلاحات في الحبس ما كيصلحوا شي حاجه وعندهم شي كايزه ديال العواد اللوح اللي كيخدموا بهم تمايا وشيار عينو واحد الكايزه تما طويله شيار عينو بها يتعلق بها في السطور عينزلها في السطور هذا طويله وعيطلع فيها والغريب في الذكر وتما زود الجرى شي جرى تما كانو ولكن ما كاين الحوش بحال اللي كانو متنسين معاه كيعرفو فهمتيني هو قاري الخطه المهم هرب تمكن من الهرب طلع ذاك الشيء وتسيب ولكن ملي تسيب من الزنقه كان السرعة عالية على الزنقه وتسيب وتقصح من رجلو المهم مشى المهم الفاكس تا هو صاحب مسمع صاحبو هرب تا هو خصو يهرب بأي وسيلة خصو يهرب كيفاش عاد يعمل شي هرب هاد الفاكس هذا هاد الفاكس هذا مع حكم 12 عام كي يعني ما كيضرب ديك واحد المده في الحبس كطلب الخدمه تخدم يقول يخدم في الحبس كيتواب ديك البلوزه ديال الحبس كيبقى يخدم في هذيك البلوزه ديال الحبس ديك الصارور الكابا ديالك صافي كيعرفو خدام
يتسخالي يجيب قفامي مكان يمشي من هنا كي الكبيرات كان كي عدد الضوء كان اللي كي مهم لا كبر عليه سلالي مهم كي لقي خرطة الزنقة يدخل كمبر دي القفاف دي الناس المسا كي عمره القفاف يدخلها فهمتيني ويخرج بداو هادي هو خسر بهاد الفرصة هادي وكان عنده الكسوة للحبس تعرف كيفاش عمل شي لعبة خرج الجلابة دمرها وللتم كيفاش عمل العلم لله خطات شي واحد جاو الجلابة لا ما كيقولوا لا ما كيقولوا العلم لله كيقولوا شي واحد شي قفة شي سخرات جازان شي واحد عمل فيها الجلابة والتام وهادي ودخلها هو مع شي قنسيدة زول نزل لك شي هذاك عمل لك الجلابة والتام ورجع بحال مع الناس الزيارة يعني هو خطر الخطة ديالو كيفاش يعمل هو اللي عارف كيفاش يعمل المهم خرج من الزنقة بالجلابة والتام عادي وسلك تا هو كان هرم من الحبس جوج بيهم فقط بيناتهم يعني نقول مثلا شي شهر ولا شهرين دفر بين المتشيك والفقس وقد بحث عليهم الفقس كيعمر هي السوق برا ما كيعرفش شي حاجة أخرى أنا قال لا مشاو تما فتش هنا فتش غدا فتش اليوم فتش هدا واحد مرة جاو من اللورد أنهم حشي كيتفرج في السيل من الريف من داخل كيتفرج دخلوا موراه هو عاوتاني عاو عرف كاين شي حاجة عاو شام شي حاجة وتيب واحد الطاقم سيل من الريف واحد جا نقص اليمين هدا عالية نقص هدا وتيب منها وكان تهرس جوج الرجلي وكانوا شبروا وداروا بقى متشك متشك حرف لم يشبروا حرفت انا قبل العش خلو لي متشك ساكن متشك بصح حرف لم يشبر واش عامل شي كارا واش كيبدل الشخصيه ديالو واش هادي والو يا كيف التوعيه وكي على الله يشبر وكلشي خدام زعما على الله والو حرف لي قال ثلاث سنين واحد المره قال لك شي الموكه كانت دفريك وكتبقى مرصه في المدينه هنايا شي الموكه كانوا تخبعوا في وسط منا شي ست دراري غيحرموا كان مثلا باترا ولا كان باقي هنايا كانوا غير الموكه تقلع تقطع قلع وتخبع في وسط منو اولا كتدخل تشد عليك الموكه كان فريكو هو ما حسبلوش السابين تخبعوا فيها وما كانش يخرج ديك الليله هذيك الفريكو ما خرجتش ديك الباركو كتباتت تما عندهم باركي تما في مرسى وكتباتت وكنت عندها فريكو وكان فريكو كنخدموه سمعت ما عندهم الحوت ولا عندهم شي حاجه اللي كيخسر فريكو وكانوا خدموه ومني جالس في السكانير لا غدا كيشوفوا شي حاجه تما ملي فتحوا كيجيبوا الاستاذ بنادم تما مجمد مكوفر وداوه وقاموا من بعد التحاليل والبحث وهادي ومشي عرفوا شكون هما الجلسات وهادي خليك من بينهم جبروا المتشك تمتشك جبروه تما تمتشك جبروه تما تا هو ماتوا السالم كانوا ماتوا ديك الساعه هذيك كانوا الحف كان تبدل مره ما بقاش ديك الحف اللي كتعرف ديك الكاشو ما بقاش يتما وبدلوا لهذا الحف بالصه والحراسه المشدده ولكن مع ذلك موراه كنهربوا عاوتاني شي حبه سي اخي دابا نعاودوهمش نهار يا اخي نعاود هنا من طنجه واحد مره واحد الفرنساوي عطونا حق اخطر مجرم كان بغي يهرب من هنايا عاوتاني في المغرب كانوا عاقول حتى هو نهضر عليه المهم هذا المتشيك هذا الكوبري كان مات مجمد في فريقو مبينين في ساميهم الحارقين هيدا والفاكس كانوا طلعوه مهارات جوج الرجلين من الحبس وبقى في الحبس تمايا وقوا السنين ديك الحبس حتى واحد المرة كان جا العفو الملكي وكان خرج من خرج عاد من السوق دبرا خرج السوق دبرا جا السوق دبرا تبدل عليه عاود تبدل شي مال المهم تعطى السيليسيون رجع كيشمكر جا كيشمكر بدا كيعمر في الفندق وبدا كيمشي عاوتاني يطلع الكارتيرات رجع تما جات الفندق ولينا بلاصة ديال الحوت غير الكارتيرات طلع ما طلع تا شي نوبة شي واحد مثلا طلع له شي فلوس وفطن له كرف علينا عندي لعندك ضربو شي ضربة كنخور له عينو طاشي ضربة خور له عينو كنبتشر له على عينينا بقا شي كيشبو على عينينا بقى في السوق برا عاود تما مشى هاديك خانا مشى بحالو المهم بقى تما في السوق برا ما كيشوفش شي واحد العينين
رجلين ديالو مهرسين وخا وخا براول هادي ولكن تما مخشوشين المهم داو مشات لواحد العاينين عاود المهم القصه دا القصه هادو مؤلمه تبقى كينعتي في السرد المعكازين تما على الزنقه ملي تما ما حقات كيما واحد الحاله ونسمه كاريها وجاز ايام وبقى شي كيبان ما نعرف عين ولله واش مات ولا باقي بالروح ما نعرف ملي كتبقات الحاله مؤخرا في الايام ديالو الاخرانيه وماشي كبيره ولا هادي اذا تربينا ما كنشوفوش وصل العمر ديالو يعني نقدر نكون عندو شي المهم بين 30 عام 40 عام كنبقى مسير تما صوب المعكازين تما يا محقا تما يا سيليسيون والناس تما يا والدبان والناس لا كاريها وحتى واحد المرة مبقى شي كيبان فين مشى العيون هذا هو الفقس ومتشكت الحوت النهاية ديالو انا قلت لكم عاوتاني كنتجمد وانا غير كنبغي نختصر ما نطولش لان القصة ديالو باش نعاودو بالتدريج والامور ديال الاوطا خص الوقت وانا احترامي للمتتبعين ما نطولش كنقصر هيدا وانتم بحال دائما الا عجبتكم شي حاجه ما تخلوش علينا عاوتاني بارطاجيو وشكر زيد الاشتراك وصلكم مع الجديد ودعمونا باللايك والاعجاب هادشي اللي كان اخوتي وشكرا.